إذاعة الجمهورية العراقية في بغداد. أيها الإخوة المستمعون، من أرشيف الإذاعة نقدم لكم هذه الحلقة من برنامج الرفوف العالية، وهي حلقة خاصة مسجلة مع المطربة بدرية أنور. الرفوف العالية برنامج من إعداد وتقديم عبد الحميد الدروبي. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، هذه هي المطربة العراقية القديمة السيدة بدرية أنور. هذه ذكرياتها. لقد استمعنا إلى صوتها المسجل في سنة 1926، ثم استمعنا إلى صوتها في سنة 1963. قدمها برنامج الرفوف العالية.